ومنتويا وسونج وتيو وبيدرو وايضا بارترا وسيرجي روبرتو. اول هدف في اللقاء، اول هدف في الليجا، اول هدف في الليجا لنيمار، اول هدف لنيمار في الليجا، سجل رسميا في السوبر في مرمى اتلتيكو في لقاء 1-1. ادي امامنا هنا الكوره، وبرافو مش برافو ابدا حارس المرمى، كوره واختراق وتوغل وكره عرضيه والدفاع والهدف الاول بعد 5 دقائق. شوف كوره والتوغل امامنا، اتلعبت امامنا اهو من تشافي أليكسيس سانشيز، والتحرك الجميل من أليكسيس سانشيز والكره العرضيه. وشوف هنا الرقابه الدفاعيه فين بقى، فين امامنا كادامورو اللاعب الجزائري اللي امامنا هنا اخطا في هذه الكره ورط فيها برافو، وبرافو على طول طبعا هنا بقى لنيمار، ومش برافو لحارس المرمى. الهدف الاول للرسمي بقى لنيمار في الليجا الاسبانيه بعد ان لعب مع البارسا في اللقاءات السابقه ولم يسجل نيمار في الليجا. سجل في اللقاءات الوديه هدفين، وسجل رسميا في السوبر امام اتلتيكو مدريد، واليوم بيسجل